معانا منى. اهلا منى، اتفضلي. الو، مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء النور، ازي ازيك حضرتك يا مدام رجاء؟ منورين البرنامج. الله يخليك يا منى، ازيك حبيبتي؟ الحمد لله تمام. انا يعني السؤال عجبني بس انا هرد عليكم من خلال تجربه شخصيه. اتفضلي. انا معايا مؤهل جامعي. ايوه. واتقدم لي زميل ليا، فطبعا اهلي رفضوا، وبعدين جالي محمود معاه الاعداديه وكان معاه فلوس كتير وقال ان هو هيعيشني احسن عيشه، وطبعا الناس دلوقتي بتبص للفلوس، فاهلي وافقوا فاتجوزته. فاكتشفت مع الوقت يعني ابتدى بيلفظ الفاظ مش كويسه، طريقته مش كويسه معايا، ابتدى بعد كده يبص لستات بره ويخني. هو سواق يا فندم بيبقى معاه دكتوراه وبيبص لستات بره، ملهاش علاقه بالتعليم. لا لا، المثقف المثقف والغير مثقف بيبص لستات بره، فده الجزئيه دي احذفيها من الموضوع. فانا اتصدمت يعني في حاجات، يعني اختلفنا في كل حاجه، كل حاجه مختلفين فيها يعني. شكرا منى، ما ارجحش خالص يعني. عرفنا رايك، شكرا ليك.